اهم شيء تعتني بالتاكسي الصبح، لانه خدوم شغلك بيخدمك. ميلي على ميالك، ابو الميز خيالك، وروح شايف لك. هلا عم ننتظر الطلب. ما شاء الله، يلا جو، شغاله ما شاء الله بلا حسيده. هي اجى طلب وطالعين ناخذه لنشوف. شرفوا. ايه استاذ انا وصلت بالحاره، بعتقد صرت عندك. ايه ايوه، شو لابس حضرتك؟ ايوه هذا انت على البياض. يلا وصلت. روحوا ولا تنسى يوم انه حابه يتفضل. عليك سلامات عليك. مو انت طالب يلا جو؟ بلا بعطي لك اياها. لك شو الك يا اخي، انا الشوفير. تفضل. والله جاي. مرحبا استاذ، كيفك؟ شو بعطيني الي يعني؟ ما فهمت عليك. انت عم تشتغل معهم يلا جو على السياره استاذ؟ انت مشبهني لحدا يعني، لممثل؟ والله ما بعرف. ليش هيك عم تزور يا زلمه؟ انت عم تشوف. لا ولا يهمك، دخيل ربك، هن بيشبهوني احيانا لممثل انا. والله بجوز مشبه فيه. ما ايه، اهلا وسهلا فيك. يلا انا اخذت اللوكيشن وبوصلك. خير ربك حبيبي يا استاذ. حلوه النغمه، حلوه. الو الو يا حجة، لك الو. ضيع لعملك السماعات، ما عاد سمعت، كبرت امي، خربت. هي ست الوالده؟ ايه بس عم تضيع كانه كبران. لك حدا بك انا مو عم تضيع يا زلمه. ايه حجة معك انا. لك مشان الله لا تسودي وشنا يا حجة، ما قلنا لهم تاكلوا اكلة كوسة بلبن على القوة. ايه جبتهم كوسات محفورين جاهزين من سوق التنابي. ايه بس انت اعطيني بس دليني شلون الطريقه اللي بدي فوت فيها انا بالكوسه وسقف يعني اللبنات ما شاء الله الاكل كثير سهله اللي بنقيها يعني. ايه لا قلت لنا طعميكم اكل على الكتالوج. ايه انا امي خبره 60 سنه يمكن بتخربط فيها. إيه بتخربط فيها للكوسه بلبن. امي قليلي كنت قليل لهم بيض يا زلمه. يعني برمضان الدنيا بيضاء زي ما بخاف الله عندك. ايه بقطع ايه بصل، شي بصلتين ثلاثه. ايه بصل قد ايه؟ وياه لحمه. ايوه وصينا على ده. ايه ماشي، من السورية بيمشي حاله معناته سوا. ايه انت شو بدك تطلب؟ اليوم معلش بعد اذنك انا احكي معه. امسكي ما عاد احكي معه، امسكي. ايه مرحبا حجة، شلونك؟ كيف صحتك؟ الله يسلمك. لا انا الشوفير بس عندي خبرة بالطبخ. فهمني منها بالضبط. هو طالع بتاكسي وانا الشوفير. امي عم تغلطي معه للزلمه. لا ما بتغلط، دخيل عينك يا حجي، الله يخلينا اياكي. ليكي بما انه علق قلبك، الله يصبرك على هالولد، يعني ما بعرف شو هالخلفه. عم بمزح معك، عم بمزح، الله يخلي لك اياه. ليكي انا هلا بشرح له عن الكوسه بلبن، لانه مشان ما تروحوا وحدات كمان غليانه الاتصالات. يلا سلامات. انا بقول له هلا بسكر وبقول له انا دائما بطبخها يعني لحالي، بطبخها كثير. ايه يعني ان شاء الله. إيه لا ما راح، ان شاء الله راح ياكل بيض. إيه ليك خيو، انت مو بدك تعمل كوسه بلبن؟ معلم، اول شيء بدنا نعمل الصوص تبع اللبن نحن. حلو الصوص هذا شلون بصير؟ طول بالك علي، انت ليش هيك حربجي كثير؟ خيو اول شيء تقبل الله صيامك ما شاء الله. ليك خيو، بتجيب اللبن، بتجيب كليين لبن، بتحطهم بالطنجره، بتزيد عليهم مرقه مكعب ماجي، ماشي؟ مكعب ماجي. بتقطع البصلات قبل، بتقطع لك شي كيلو بصل، بتحطهم على اللبنات وبتحط مكعب ماجي فوقها، وبتضلك تخلط. عم تفهم علي؟ الكوسه شلون؟ طول بالك على الكوسه هلا، خلينا نعمل اللبن. ايه يعني بتعرف كريم اللبن؟ ايه بتجيب كريم لبن وكمان بتحطها السوبر ماركت، هي بقول له اعطيني كريم لبن. ايه بالسوبر ماركت. ايه اكيد كريم لبن بقول له. ايه اكيد يسمكها اكيد. مو من السوبر ماركت يعني، السوبر ماركت لك قد بدك. ما بعرف انا شو. ايه تمام، خليك معي. بتخلطهم هيك كلهم مع كريم لبن وشويه ماجي، وبتفقس فوقهم بيض طين. شو حكينا؟ بفقسهم هيك بحركهم. ايه بتحط فوقهم بيض طين وبتحرك شوي. هذا حكي كله عن النار. على النار يا زلمه، لا كان يا زلمه مو على البارد، لانه قالوا لي بملص اللبن، قال اذا مو اذا ما مسحوا لك. لا يا زلمه شلون بملص يعني؟ والله عادي ملص، ما عندي بيمسك. لا لا ما بملص اللبن، ما بملص انا اللي راح ملص من البرنامج. معلم يعني بس انت ليش خيارك كوسه بلبن؟ والله صعبه معلم، هن تحدي صار انه كوسه بلبن، انتو شوام اكله شاميه كوسه بلبن، شكل الناله مساويه كوسه بلبن، شو هالشغله؟ والله يا شريك كوسه بلبن نحن لها يعني. بس صعبه. ايه بس معلم هلا شوف انا حسابي لك كوسه بلبن شغله على الكتالوج محل. انا ان شاء الله دايمه انا صايم. انا بالله عليك حول، خلي لي اياك، خلي لي اياك، اذا انت بدك تتبخر دخيل ربك. انا بروح لعندك بس هذا خلقك بضربك بيت النار. اذا مو عم اقول لك تسوي كم كوسايه هيك على قد بيتي، كانه احسن من شغل النسوان. هلا بس تخلص صار هلا باخذ رقمك بصور لك اياها وبعث لك اياها. ابنك انت على تلفك حبيبي. هلا شوف هلا شوف إذا ما لحسابيهم كوسة شغل موت على المشفى، ما تتنى يعني على بتعرف على الماي المشددة. بتعرف إنه هذا أحلى مشوار باخذه بالتكليف. وأنا راح أقول لك شغلة، إنه الله يخلي لك أمك، وأنا يعني بنصحك نصيحة عليك وصلنا، بنصحك نصيحة شديدة إنه بلا لك هالكوسة بلبن أول شيء، واثنين وصلنا. وأنا راح أقول لك شغلة، أنا مازن عباس الممثل وعم نعمل هيك شبه ضربه. مالك هيك يا استاذ، وحق القرآن عرفتها والله، بس قلت ما بده هذا شايف حاله علينا. بشرف انت احلى زلمه يعني. ان شاء الله هلا ان شاء الله شو نعتبر حالنا، ان شاء الله شو بدك تعتبر هلا؟ اول شيء وصلناك ببلاش تمام، اهم شغله، وهذا مبلغ مالي لك كمان. لا هلا خلينا زين معي شوي، تليفونك خذه تعال زين معي. دائما زلمه ظريف جدا. ماشي تعال ليك معلم، وهي لبن كمان من نيو بارك. شايف الكريم؟ هذا هو الكريم، بتحطه على الشكل اللي خلع. والله تقول جاي من عند الله انت، الله بعث لي اياك حبيب القلب. كل عام وانت بخير. لا مو كلها خلص، رجع اتصل مع الوالده لانه ما عاد في وقت. طب فينا اخذ؟ لا حبيبي هذول حدا ثاني بده ياخذهم، سحرس هو بده ياخذهم حدا ثاني والله. استاذ دخيل ربك، الله معك والله بحبك يا رب، الله من كل قلبي يا استاذ. كل عام وانت بخير. الله يسلم الايدين دائما. تعال على راسي غرقنا بوس اغضب زلمه. الله معك، مع السلامه، الله يعين امك على الغلفه. ميلي على ميالك ابو الميز خيالك.